يلا السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ اموركم؟ تحياتنا لكم شباب، اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. يلا عيني، يلا حبايب، اليوم الجو بيه هو قوي، جو غثيث وتعبان كلش شباب، برج نضيق كلش. احد المتابعين قال برج نضيق، وهو فعلا برج نضيق. نهد لكم يوم ويوم، شوف الحج شنو هو. يا الله، نوم بيها هوية. شوف هذا كان جو شباب، هذا المقطع عليكم تصعدونا لايكات، والله ما تخسر شي يا حبيبي، ابد ما تخسر، كل شيء ما تخسر. انا قاعد اونسكم، بالعكس التصوير تعب. طبعا الشباب، هذا واحد منهم انضرب بالسيم، هذا شباب انضرب بالسيم هسه كثرا والله، هذا معورات. وهاي شباب امس هم انضربت بالسيم وجريتها صوبين، ما ادري شنو السالفة. ما هاي صارن اربعة، هذا سيم طرقاعة، الله وكيل طرقاعة سودة، هذا صف التجريفة. الجو اليوم حتى طير ما يطير بيه، جو غثيث وتعبان كلش. هاي المخاليف، بعدها على العودة مثل ما وعدناكم، بس بعد ما عندنا نطبقها، من نطبقها شباب اعطونا هم رايكم. والله نيتي اطبقها انا، لا قصة خوف ولا قصة اي شيء. طبعا هذا كفحل هنا، هذا اللي جه سنة غير رقدين، هذا يا هذا طب وياهن راح يرجع ويلا راح ذاك. والله ما يرقدن هذا، داير راح يسولني. احنا ابو شهد مناكم طير، تحياتنا اليه. والله نيتي يعني شباب ندي اطبقها اخذ منها فرخه، لا قصة خوف لا قصة اي شيء، بس حرامات هوايكم اشتغل فحول حلوة وعدلة. هذا فحل ثاني، الايام فصل ماكم كيفين الجماعة، شو خلصهم بالهيجان بالطورات، راح يجي الطورات، الطورات 100% اطبق هالمحلة وبسط وسلت هنا السلت. والله تحياتنا لكم متابعينا الغوالي، ما تخسر شي لايك. ما قلت لكم الشباب اليوم الجو تعبان،
نظيف للأخير، حتى الطير ما يطير بي. ستقول حلة طائرة مو تقول عودة. نحكي علينا ولا مو علينا؟ خذ حط ونصور لكم اياها. وهاي شباب تقريب طارت نص ساعة، ما تقدر تطير من الهواء نص ساعة او اقل. هذا السيم، هذا البلوى مال الله. يا يابا تعبنا هذا السيم شباب كلش. شاهد الله شهاله. كتبوا لنا شباب شو نسوي الحين. واحد عنده معلومه ما اعرف يعني شلون. انت شكت نزلتي سود لنا الهواء وهاي نزله مال السطح ما يبطلها. يلا شباب منا وننهي الفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على مود نتواصل وياكم شباب. لا تقصرون عنا، وثيم الله مشاهدة ممتعة.